أهلا بكم معي في الحلقة الرابعة من برنامج سينما وكريم. في هذه الحلقة سأحدثكم عن فيلم جديد بعنوان ريبيكا والذي نزل مؤخرا على منصة نتفليكس. في ظل الجائحة والحجر الصحي نزل فيلم ريبيكا للمخرج الإنجليزي بين وينثلي على منصة نتفليكس، والذي من المفروض أنه مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة الإنجليزية دافني دوموري الصادرة سنة 1938، والتي كان أول فيلم مقتبس منها هو فيلم ريبيكا للمخرج ألفريد هيتشكوك الذي كان أول فيلم هوليودي يقوم بإخراجه سنة 1940 بعد مسيرة ناجحة في بلده إنجلترا. بعد مشاهدة للنسخة الجديدة لفيلم نتفليكس عدت لمشاهدة ريبيكا هيتشكوك مرة أخرى وبحثت عن رواية دافني دوموري وقرأتها حتى تكون مقارنتي صائبة بين الفيلمين، ثم لمقارنتهما بالرواية والبحث عن مدى إخلاصهما لها ولأحداثها أو ابتعادهما عنها. حينما نشاهد الفيلمين ونقرأ الرواية يبدو لنا أن الفيلم الجديد لنتفليكس كان أقرب لفيلم هيتشكوك في كثير من لحظاته، خصوصا في تلك التي أضاف أو غير فيها ولم يلتزم بنص الرواية. ينتهي الفصل الأول من رواية دافني دوموري المعنون ببداية القصة بلقاء البطل لاتي بالبطل ماكس الثري وسليل أسرة عريقة بعد أن جاءت لمونتي كارلو صحبة مشغلتها كمرافقة ومؤنسة لها في رحلتها. يبدأ الفصل الثاني المعنون بيوم الأول في ماندرلي بوصولها صحبة ماكس لقصر ماندرلي بمكان مجهول في إنجلترا الذي يملكه هذا الأخير لتعيش معه فيه بعد أن تزوجت. لكن هيتشكوك يستغل هذا الفراغ في الرواية ليمارس هوايته الأثيرة التشويق أو السسبنس بأن يضيف مشهدا غير موجود في الرواية تعلن فيه السيدة لمرافقتها بطلتنا الشابة أنهما ستعودان للتو إلى أمريكا، الخبر الذي سينزل كالصاعقة على الشابة المغرمة بالسيد ماكس والتي ستجد نفسها محاصرة بالوقت وهي تحاول الاتصال بماكس لتخبره أنها مضطرة للرحيل. ويجعلنا هيتشكوك كمشاهدين وهو يلعب معنا لعبته المفضلة متعاطفين مع الشابة وننتظر إلى آخر لحظة معها وقد نزلت إلى بهو الفندق ثم بابه والسيدة مشغلتها قد ركبت السيارة لتختلق الشابة عذرا بكونها نسيت شيئا ما لتعود لتلتقي بماكس في غرفته، وليتنفس المشاهدون الصعداء وقد التقى الحبيبان وعبر لها ماكس عن رغبته في الزواج منها. في ريبيكا نتفليكس 2020 نجد نفس المشهد الذي أضافه هيتشكوك لكن مفتقدا للمسة هذا الأخير، إذ ليس هناك أي تشويق ولا ترقب لما حدث عند ملك التشويق هيتشكوك. من بين أهم ما تم تغييره في فيلم هيتشكوك وفي فيلم نتفليكس معا مقارنة بالرواية المشهد الذي يعترف فيه ماكس لزوجته الشابة بما جرى وكيف ماتت ريبيكا الزوجة الأولى لماكس. ففي رواية يعترف ماكس لزوجته الثانية أنه قتل زوجته الأولى ريبيكا نتيجة استفزازها له ونظرا لتراكمات متتالية وخيانات صبر عليها طويلا ابتدأت في لندن بعيدا عن قصره من درلي لتتجرأ بعد ذلك لمصاحبة عشاقها للقصر ومضاجعتهم في كوخ بقربه، بل إنها أغوت أقرب المقربين إلى زوجها صديقه ومدير ممتلكاته مارك ثم زوج أخته أيضا إضافة لعشيقها الرئيسي وقريبها جاك فابل. لكن في فيلم هيتشكوك نجد الأمر مختلفا، فرغم أن ريبيكا تظل هي نفسها وما فعلته هو نفسه باستثناء إغواء زوج الأخت، فإن ماكس لم يقتلها في النسخة الهيتشكوكية بل ماتت إثر مشادة بينهما وبدون أن يقصد قتلها أو يفعل ذلك، فيما في فيلم نتفليكس
ستكون هي من ستضع المسدس في يده وتصوبه نحو صدرها وتطلب منه أن يقتلها بعد أن استفزته بشكل يجعل المشاهدة يتعاطف معه وليس معها هي القتيلة. لا يمكننا أن نذكر هذا المشهد في فيلم هيتشكوك دون أن نجد أنفسنا منبهرين كمشاهدين بالكيفية التي صوره بها رائد وملك التشويق في السينما العالمية. إذ وماكس دوينتر يحكي لزوجته الشابة كيف تطورت الأحداث قبل موت ريبيكا وكيف كانت المواجهة بينهما وهما متواجدان في نفس المكان الذي وقع فيه الحادث، تقوم الكاميرا بمتابعة الفراغ وكأن ريبيكا موجودة في المكان إلى أن تسقط ميتة في مشهد أسطوري لا يمكن أن ينجزه بهذا الشكل سوى مخرج عبقري مثل هيتشكوك. في مشهد بريبيكا 2020 تلتقي بطلتنا الزوجة الشابة بجاك فافل عشيق الزوجة السابقة لماكس وقريبها الذي يأتي خفية إلى قصر ماندرلي في غياب ماكس الذي يمقته ويكرهه. وفي هذا اللقاء الذي لا نجده بهذا الشكل لا في الرواية ولا في فيلم هيتشكوك يستطيع فافل أن يقنع الزوجة الشابة بأن تمتطي معه الحصان لكي يعلمها ركوب الخيل ليعبر لها بعد ذلك عن عاطفته اتجاه ريبيكا المتوفاة ويسألها هل حكى لها زوجها عن الليلة الأخيرة التي ماتت فيها. وحينما يعود الزوج ماكس ويعلم أن زوجته قد ركبت الحصان مع فافل يستشيط غضبا ويتهمها بكونها أغوات. في هذا المشهد يختار مخرج ريبيكا نتفليكس أن يتخذ مسارا آخر غير مسار الرواية ومسار هيتشكوك. وحتى إن كان قد بالغ هو وكاتب السيناريو في كون الزوجة الشابة قد تجرأت وامتطت الحصان مع فافل وكان هنالك بدايات لإغواء استسلمت له ثم تراجعت، فإن ما يشفع للمخرج وأن المشهد الموالي سيخدم السرد الفيلمية وتطور الأحداث والاشتغال على شخصية ماكس الكتومة وتطورها والتي تظل مبهبة لدى المشاهد حتى تقترب نهاية الفيلم حينما سيحكي لزوجته أنه كان يكره زوجته السابقة وكان يمقت تصرفاتها عكس ما كانت تظنه هي. إذ هنا فقط سنفهم رد فعله المبالغ فيه نحو زوجته الجديدة وكيف أنه حينما كان يتهمها بخيانته أو محاولة ذلك مع فافل كان وكأنه يستحضر زوجته السابقة وخياناتها وما تركه ذلك في نفسه من ندوب. وفي فيلم هيتشكوك سيأتي فافل لكن سيلتقي مديرة المنزل وليس الزوجة الجديدة. لعبت شخصية مديرة المنزل في الفيلمين أكثر مما في الرواية دور الشريرة التي تنغص على الزوجة الشابة حياتها في قصر ماندرلي والتي تذكرها باستمرار بكون ريبيكا شخصية استثنائية ولا يمكن لها كزوجة جديدة لماكس أن تأخذ مكانها مهما حاولت ذلك. أما شخصية ريبيكا التي يحمل الفيلمان والرواية اسمها فهي الشخصية الحاضرة الغائبة التي يتردد اسمها طيلة لحظات الفيلمين دون أن نشاهدها في أي لقطة منهما كشخصية استثنائية خصوصا على لسان مديرة القصر التي كانت جد قريبة منها. وحتى في أعين وتصرفات خدم القصر الذين نشاهدهم كمتفرجين من خلال وجهات نظر الزوجة الشابة ينظرون إليها باستخفاف. في فيلم ريبيكا هيتشكوك تبدو الزوجة الشابة ذات شخصية ضعيفة ومستلبة تطغى عليها شخصية الزوج ماكس وتعاملها بقسوة تقترب الاحتقار. وإذا رجعنا لشخصيات هيتشكوك النسوية سنتفهم هذا الاختيار الهيتشكوكي كون أغلب نساء هيتشكوك غير سويات نفسيا كأنها نظرته للمرأة يصرفها في أفلامه، في حين أنها في الرواية فهي فقط شابة بدون تجارب تلتقي برجل ثري يكبرها في السن تغرم وتتزوج به لتجد نفسها في قصر كبير وواسع الأرجاء ووسط تجربة وأحداث أكبر منها ومن تجاربها.
في فيلم نتفليكس نجد الشخصية أكثر توازنا وقربا للواقع، وحتى أداء الممثلة الإنجليزية ليلي جيمس كان جيدا ومتمكنا من جوانب الشخصية التي نجدها في الرواية، بل في بعض الأحيان تتجاوزها تعقيدا وتعبيرا عن مكنوناتها وصراعها النفسي الداخلي. إضافة لفيلم هيتشكوك ونتفليكس، تم نقر رواية ريبيكا للشاشة مرتين أخريين، واحدة في مسلسل قصير ميني سيري سنة 1979، ثم في فيلم تلفزي إنجليزي سنة 1997. وفي هذا الفيلم المحترم فنيا والذي تبلغ مدته 178 دقيقة، نجد أن صانعيه كانوا أكثر إخلاصا لأحداث الرواية وحاولوا الالتزام بأحداثها كما هي، لكن المختلفة هنا هو أننا نشاهد ريبيكا في فلاش باكات واسترجاعات حينما يحكي عنها ماكس، رغم أننا لا نرى سوى عينيها أو فمها أو نراها واقفة أو تتحرك من بعيد دون أن نتبين ملامح وجهها كاملة بشكل واضح، عكس فيلمي هيتشكوك ونتفليكس اللذان لا نراها فيهما نهائيا. عموما فهيتشكوك في حواره الشهير مع فرانسوا تريفو يعترف أن ريبيكا ليس فيلما هيتشكوكيا بمل هذه الكلمة من معنى، هو يعني أنه ليس من نوعية أفلام التشويق الهيتشكوكية، كونه مبنيا على رواية رومانسية استطاع هو أن ينتزع منها بعض اللحظات من التشويق. وفي نفس الحوار الطويل يؤكد هيتشكوك المراوغ لتريفو الذي يعترف له أنه لم يتمكن وهو يعد لحواره معه أن يقرأ الرواية، أن الفيلم مخلص للرواية وأنه لم يخن أحداثها ويتصرف فيها أثناء اقتباسها، ثم يضيف بعد ذلك في مكان آخر من الحوار أنه لا يكمل قراءة أغلب الروايات التي يقتبسها أو يقرأها بشكل سريع. وهنا يمكننا الجزم أن هيتشكوك إما أنه لم يقرأ رواية ريبيكا كما قال كاملة أو قرأها بشكل سريع، بحيث لم يلتفت إلا أن ماكسيم يعترف فيها بكونه القاتل لزوجته عكس ما هو موجود في فيلمه، أو أنه يراوغ الطريفو ولا يقول له الحقيقة.